دايما متعودين في مهارات عظيمة اننا بنعمل اشهى الاكلات والحلويات، بس في نفس الوقت بنهتم بصحة كل متابعينا الكرام، بنهتم بيكو جدا ان الاكل الحلو ده ياكلوه بس يعني ما يسبب لهمش زيادة في الوزن. علشان كده في فقرتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أفضل الطرق الصحية عشان إنقاص الوزن، وإزاي نحافظ على صحتنا ووزننا المناسب، وكمان في نفس الوقت ناكل كل اللي بنحبه. هو ده اللي هنعرفه مع ضيفتي الجميلة اللي منوراني، دكتور دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. ازيك يا دندون؟ حبيبتي منوراني يا جميلة. أخبارك إيه؟ الحمد كله لله. حلو؟ الحمد لله. حبيبتي قولي لنا أخبار الطعمية الكب كيكس دي إيه؟ بحب الطعمية جدا. أه أنا وبحب عارفة. الفول. أوه. لا يعني لا، أنتِ أكلك حلو يا عظيمة، حبيبتي يعني مش محتاجة شهادتي في ربنا أكل. أنا يسعدك كل مرة باكل من يا حاجتك. حبيبتي. لا أنا وش في راحة قلبي. طبعا الموضوع ده مهم لناس كتير إنها تاكل التست يبقى قريب من اللي هي بتحبه، ما يبقاش فيه حرمان من أنواع معينة أنا ممكن تكون بتحبها بس ممكن تقنن منها. هو ده المهم، التقنين. قولنا بقى نحقق المعادلة الحلوة دي ازاي؟ يعني احنا بنحاول والناس بدأت الحمد لله، برضو في ناس عندها استعداد كبير وفي ناس للأسف محتاجة دعم ومحتاجة عامل مساعد. طبعا ناس كتير، اكتر من 70% يعني اللي عندهم قوه اراده ان هم يقننوا ويقننوا شهيتهم مش كتير خالص. الاكل متعه، يعني صح. متعه نعمة من نعم جميله ربنا، ونعمه اكيد الحمد لله. جميله، لكن الزياده منها هتسبب لنا ضرر كبير جدا. الزياده من الحلويات والزياده من النشويات والزياده الاكل بالليل قبل ما انام مباشره، ناس كتير متعوده معدتها فاضيه ما يجيلهاش نوم، تكبس معدتها عشان تخش على السرير تنام. ده خطر جدا، لازم ناكل لما نيجي نتعشى قبل ما ننام على الاقل بثلاث اربع ساعات. ساعتين حتى يزيد. ساعتين، لكن اكل وانام ثلاث اربع ساعات ده يكون وجاع وكده ثلاث تاني ساعات، يزيد. وهي دي المشكله، تحجيم على الاقل ثلاث ساعات. اوكي. ممكن يعني ناخد زبديه كده قبل ما ننام، لكن نعمل بقى العيش والبيض المقلي والطعميه المقليه وانام هيجي لي كرشه نفس. طيب ازاي نقدر ان احنا نكبح شهيتنا عشان مش عايزين نتخن؟ ومش بتكلم بقى على التخن، ان الشكل طبعا الشكل الجمالي مهم، واحنا كستات بنكتئب، مفيش في الدنيا اهم من الصحه. الصحه طبعا لو راحت كل حاجه بتروح، مفيش حاجه تعوض الصحه اصلا. طيب ازاي نقدر نكبح شهيتنا؟ وازاي الناس الاوفر ويت من الستات والرجاله والشباب، لان للاسف دلوقتي بقى في شباب كتير بيعانوا من سمنه، ان احنا نستخدم منتجات امنه وصحيه ومرخصه وطبيعيه. جاي اتكلم معاكي عن كورس صحي امن هيقدر يخلينا ننقص في الوزن بدون حرمان، يعني نقنن بس الاكل شويه. ايه هو الكورس ده؟ طبعا الكورس مرخص من وزاره الصحه المصريه وهيئه سلامه الغذاء. ايه هو الكورس ده؟ هو كورس بيستا. هايل. بيستا طبعا اللي انا شايفاه على الشاشه من انتاج شركه بايو ناتشرالز، شركه كويسه جدا، شركه كل منتجاتها الحقيقه مرخصه. شركة كل منتجاتها مرخصة وكل منتجاتها فعالة وطبيعية، وكمان الشركة عاملة حاجة كويسة جدا ان موفرة فريق طبي كامل لمتابعة حالات السمنة اللي بتستخدم الكورس بتاعنا بالمجان كل اسبوع. هاي. وقبل ما اتكلم على الكورس عايزة اقول لكل الناس ان الفيدباك بتاع العملاء رائع رائع. ما هو ده مهم قوي يا دينا. الواحد محتاج يعرف برضو مردود عند الناس عامل ازاي. المردود رائع، الناس خست وبصحه وما جالهمش. في ناس بتستخدم بعض المنتجات الاخرى بيتنرفزوا شويه، يتعصبوا، بيشتغل المنتجات، في بعض المنتجات بتعمل ضربات قلب سريعه، وطبعا وبتعمل ضربات قلب سريعه وبتعمل احيانا في منتجات جفاف. مش هينفع ياخدها اصحاب الامراض المزمنه. طبعا طبعا، لكن بطمن حتى اصحاب الامراض المزمنه ان هم يقدروا يستخدموا كورس بيستا بكل امان. طيب خليني ابدا معاكي بالمنتج الاساسي اللي هو بيستا. بيستا جاي من ذا بيست، هو فعلا الافضل يعني من وجهه نظري انا المتواضعه. ليه بقى هو الافضل ليه بقى؟ لان بيستا عباره عن الياف. كويس. مهم قوي عشان اخس اخد الياف. من اهم الالياف اللي داخل بيستا القمح والشوفان والسيليوم.
بذور السيليا. بالظبط. الالياف اللي داخل بيستا بتمتص الميه، عشان كده لما باخد كيس من بيستا قبل الوجبه بتاعتي بنص ساعه باخدها على كوبايه ميه كبيره وادوب كويس قوي، مش كده واشرب او بق ميه، لا كوبايه، لان الالياف هتمتص كل الميه اللي موجوده في الكوبايه. ولما باجي بشرب بيستا، طبعا طعمه حلو قوي، طعمه عصير تفاح، لما باجي بشرب بيستا بعديها بنص ساعه يعني وقتها بحس ان انا يعني جعانه بس مش قوي. لو انا مثلا باكل قد كده، وطبعا احنا عندنا بقى مشكله في حاجه يا عظيمه، لما بنبقى جعانين ناس كتير مننا معلقه في المعلقه في المعلقه في المعلقه، ما بيدوش سبيس. ساعات الناس بتبلع من غير ما تمضغ. المضغ ده مهم جدا طبعا، أصلاً بيسهل عمليه عشان الهضم طبعا. واحنا بناخد بيستا، ولما بنيجي ناكل بناكل بالراحه. يعني بناكل مش ورا بعض، لان هرمون الشبع بيتفرز بعد من اول معلقه بنص ساعه. اول معلقه بنص ساعه او بتلت ساعه هرمون الشبع بيتفرز. طيب يبقى انا كده هاخد بيستا، بيكبح لي الشهيه، بيكبح لي بيحجم لي الشهيه، والحلو اللي فيه ان رده القمح بتاخد فتره طويله في الهضم. فانا هقعد بالخمس ست سبع ساعات مش حاسه ان انا جعانه. كويس. مش هقعد انقنق بقى. المشكله كمان في النقنقه، النقنقه الشيبسيهات الجانك فود، ساندويتش مليان مقالي بطاطس محمره. جانك فود ده الساندويتش 2000 سعر يا جماعه. دي كانت ماساه بالنسبه لي. هو انت عارفه 2000 سعر ده يعني ما اخدش حاجه اليوم كله بقى، يعني اخد حاجه بسيطه، هاكل ساندويتش بس بالليل واحد الزبادي عشان ابقى عملت اللي عليا. صح، لازم اقلل كميه السعرات اللي باخدها. لكن الساندويتش اللي بتقولي الجانك فود، انت عندك حق، 2000 سعر حراري يعني اقعد صايمه بقى ال 24 ساعه بعديها ولا ايه؟ لا، يبقى انا هاخد بيستا. انا بس بعرف الناس، شوفوا احنا المفروض سعراتنا اليوميه بتبقى كام. واحنا ممكن في ساندويتش واحد بنشوف، انت قلتي ايه، مش هناكل حاجه اليوم كله. بالظبط، فنبقى احنا مش واخدين بالنا من النقطه دي. لا، ده لازم، ده في ناس بياخدوه الجانك والساندويتش ده سناك مش وجبه. والله هي اصلا انت كده خدتي الوجبه الثلاث وجبات بتاعتك في ساندويتش واحد. في ساندويتش واحد، صحيح. طبعا. يبقى انا هبدا بالكورس بتاعي، هبدا بمنتج ايه؟ بيستا. كويس. ده اول، وطبعا بطمن لكل الناس انه مرخص وزاره الصحه المصريه، فمعنى كده انه امن وفعال ملوش اعراض جانبيه. كويس. طيب احنا كده حجمنا الشهيه، قللنا الاكل. طيب الفيتامينات والمعادن، بما اننا مش هندخل بقى كل الحاجات دي، كل الفيتامينات والمعادن. وخلي بالك حتى اللي ما بيعملوش دايت ما بيعرفوش يستوفوا جسمهم بنسبه الفيتامينات على والمعادن. فكرة كلنا يا دينا، مفيش حد، كلنا بلا استثناء، ما حدش فينا كل يوم بياكل عدد اصناف فاكهه مثلا اربع خمس اصناف عشان يتنوع في الالوان فياخد فيتامينز معينه، ولا في الخضروات. لا 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 لا، ما حدش بيعمل كده. عشان كده بقول الفيتامينات للناس اللي عايزه تخس والناس اللي فهي اصبحت ضروره في حياتنا. هي المكمل الغذائي واصبح ضروره لينا ولاطفالنا كمان. طبعا طبعا. من اهم وافضل المكملات الغذائيه والمالتي فيتامينز هو اي ال بي مالتي فيت. ليه بخص وليه بقول ان هو من الافضل؟ لان اي ال بي مالتي فيت دخله اكتر من 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن. هايل. هبدا معاكي بفيتامين ب، فيتامين ب المركب، العيله كلها موجوده في قرص واحد من ال بي مالتي فيت. دي هايله بصراحه. فيتامين ب يعني دعم تمثيل غذائي، الناس يعني مش دعم بتاخد حقن، هتاخد من الفا مالتي فيت، مش هتحتاج تاخد حقن حتى، لانه في كل عائلات، في كل العيلة، وبي 12 اللي احنا دايما بناخده بره، الكوبالامين، وفي الفوليك اسيد، والكالسيوم، وفيتامين سي بنسبه 500. ده حاجه يعني انا لو مش باخده في العادي هضطر ابقى واخداه كل يوم من خلال القرص ده. بالظبط بالظبط. عائله فيتامين ب مهمه جدا لدعم التمثيل الغذائي ولدعم اعصابنا، ده مهم جدا لاعصابنا، حتى اعصاب عيننا مهم جدا. طيب عندي كمان زي ما قلت فيتامين سي داعم للمناعه، داعم لتعزيز وانتاج الكولاجين، عشان كده مهم قوي فيتامين سي للبشره، وبيعزز لي نسبه او بيعزز لي امتصاص الحديد فبيقينا من الانيميا. هايل. عندي كمان داخل قلب مالتي فيت الزنك، الزنك يعني مناعه يعني طاقه، مهم قوي لصحه شعري، مهم قوي لحمض المعده، المعده كفائتها بتعلى مع الزنك كمان. فدي حاجه مهمه قوي، ومهم لضوافرنا الزنك. طيب عندي كمان داخل قلب مالتي فيت عندي فيتامين اي. هذا هايل ده. لو هتكلم لينا فيتامين، لو هتكلم عن اهم مضاد اكسده في العالم هو فيتامين ه، هو فيتامين اي. احنا جسمنا كل يوم بيتعرض للاكسده تلقائي.
صحيح. بننزل شويه تراب شويه تلوث في الهواء بيحصل لنا اكسده. صحيح. تكرار الزيت، الزيت المتكرر بنحمر بيه بالخمس وست، ده اخطر حاجه في الحياه. بالظبط بالظبط. ده بيعرض جسمنا للاكسده. السكريات الكتير، عمال على بطال باكل باخد بستهلك سكريات كتير. السكر ملوش اي قيمه غذائيه ولا حتى 1% قيمه غذائيه، ولازم اعرف المشكله فين عشان احلها، ما يبقاش عندي نهم ده واسكت. بالظبط. وطبعا فئه كبيره جدا بتدخن من الستات والرجاله، وده بيعرض برضو او اللي بيتعرض لحد بيدخن، يعني الاجواء العامه يعني طبعا. فلازم احمي جسمي من الاكسده، لان الاكسده يعني التهابات عاليه في الجسم. ودراسات اثبتت ان الاكسده ليها صله وطيده بمرض السرطان لا قدر الله. فلازم طول الوقت اخد انتي اوكسيدنت. اخده منين؟ من قلب مالتي فيتا اللي داخله فيتامين هي او فيتامين اي. يعني هي خلينا ناخد حاله من الحالات اللي خست على بيستا، خصوصا العنصر الرجالي، ودايما احنا عارفين النساء دايما مهتمين. خلينا نشوف حاله استاذ ابراهيم ونرجع مره ثانيه. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنه، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، كنتش اعرف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش فيه اي حاجه محروم منها وانا بستخدم فيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، ده غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح، فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. السؤال اللي هيدور في ذهن ناس كتير من مشاهدينا الكرام بيشوفونا، هيقول لك هو بيستا ده ممكن ينزلني كام كيلو في الشهر؟ بينزل طبعا كتير، بس انا ما اقدرش اقول، اصلا مش هقول مثلا بينزل 6 7 كيلو في الشهر يبقى الناس كلها هتنزل 6 7 كيلو. لا، ما كل واحد في حرقه غير التاني بالزبط. وجسمه بالظبط. في ناس بتخس اقل من كده، وفي ناس بتخس اكتر من كده. احنا بنتكلم على الرؤيه العامه من خلال استخدام بيستا لاكتر من عميل بالنسبه للشركه. مينيمم 6 كيلو 7 كيلو مينيمم في الشهر. كويس. في ناس ما برضو النزول الرهيب ده مش كويس، يعني لا احنا بنرجع تاني بعد فترة بيرجع كما كان وبيزيد عليه كمان وزن. صح صح. ما بنصحش بالنزول الرهيب، يعني انا بحب ان احنا ننزل بالراحه، معنى كده مش هنستعيد وزننا تاني. هو دي حالات معانا هي برضو خست، رغم ان تشوفيهم برضو دايما اشوف الصور اقول ايه هو عادي يعني مقبول، بس لا لما بنشوف بعد لما يخسوا بتحسي فرق. لا انه فرقه برضو طبعا فرق، وكويس انهم حسوا بده، دي حاجه حلوه على فكره. المهم ان اول ما احس ان انا خلاص بدات تخنت 5 6 كيلو الحق نفسي على طول. ما استناش بدايه لعدد رهيب طبعا. ويا ريت كلنا نحسب البادي ماس اندكس بتاعتنا، ده مهم جدا. يعني اي حد بيتفرج علينا عايز يعرف هو اوفر ويت ولا لا، عايز يعرف هو تخين ولا لا. ازاي بقدر احسب البادي ماس اندكس؟ الوزن على مربع الطول بالمتر. يعني لو وزني مثلا 65 الطول بتاعي بضربه في نفسه ونتيجه القسمه. الطبيعي ان انا ابقى من 20 ل 25. اقل من 18.5 انا لازم اتخن، انا بعاني من نحافه. بعد ال 25 لل 30 انا اوفر ويت، بس مش خطر قوي على الصحه. بعد من ال 30 ل 35 انا في سمنه. من 35 ل 40 فيما فوق انا في سمنه مفرطه. لا مجال، لازم اخس. لازم اخس. وكمان عايزه اقول ان شركه بايوناتشرالز بتقدم مع كورس بيستا فيتامين د هديه. هايل هايل. فيتامين د مهم قوي ان انا كلنا نعمل تحليل فيتامين د يا جماعه. ممكن يبقى ناس بنات كتير عندها مود سوينجز، اكتئاب، ومش عارفه ليه، ومعنا ما عندهاش مرض مزمن. أوكي. بس عندها مش مبسوطه، شعرها كمان بيقع، مناعتها قليله، ومهم قوي فيتامين د لامتصاص الكالسيوم. اعملي تحليل فيتامين د، وخلي بالك فيتامين د مهم جدا لعملية انقاص الوزن ولحرق الدهون. هايل صح. في ناس على فكرة بيبقى عندهم نقص وبيبقى ثبات وزن، بيحصل لهم ثبات وزن. الناس اللي عندها نقص فيتامين د كبير وبياخد حقنة بيلاقي نفسه خس. بس طبعا الحقنة اللي بتتاخد من فيتامين د بتركيزات عالية ده تحت استشارة طبيب طبعا. طبعا. ما يتاخدش كده. لكن فيتامين د عندي الهدية ده 1000 وحدة فقط، فممكن يتاخد ديلي يوز، حلو جدا كوقاية ان فيتامين د كمان
يقع يعني قول لنا كده الكورس عباره عن وطبعا مع الكورس اكيد اكيد عندي الجرين كوفي. اوكي. الجرين كوفي او القهوه الخضراء مهمه جدا جدا لزياده الحرق وتعليل الميتابوليزم والحرق الدهون كويس. وزياده معدل الحرق. يبقى انا عندي الكورس بيستا بيتاخد قبل الوجبات الرئيسيه، قبل الفطار، قبل الغداء، قبل العشاء. واللي بيحدد ده الفريق الطبي الخاص بالشركه. الخاص أوكي. بالشركه، ازاي نقدر نتواصل مع الفريق الطبي الخاص بالشركه؟ عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. هي. عندنا فريق طبي كامل بيتابع الحاله فروم داي 1، وكل اسبوع مريض السمنه او مريضه السمنه بيجي لهم تليفون من الشركه يتابعوا الحاله ويشوفوا خسوا كام كيلو في الاسبوع. طبعا اهم حاجه ان انا اخده على كوبايه ميه كبيره واشرب بعديه ميه لو اقدر، لانه قال لي طبعا كل ما تشربي طبعا. كل ما الدنيا تبقى احلى يعني. طبعا كل ما اشرب ميه كل ما هتبقى النتيجه احلى احسن طبعا. ومع الكورس بيطلع الب مالتي فيت، هاخد من الب مالتي فيت قد ايه؟ هو قرص واحد بس في اليوم. اوكي. ما بقطعش عن قرص، اكيد بنصح بيه بعد الفطار بساعه او بعد الغداء بساعه، ما اخدوش بالليل، لان فيتامين ب زي ما احنا عارفين بيدعم الطاقه. فانا باخد الب مالتي فيت في البيت بقى تخيلي. فانا اخد الب مالتي فيت قرص واحد بعد الفطار. طب ليه الب مالتي فيت؟ باخده مع بيستا عشان يدعم لي مناعتي، وعشان يدعم لي طاقتي، عشان يخلي بشرتي كويسه، عشان بشرتي يبقى فيها ترطيب. يمكن نسيت اقول ان فيتامين بي مهم جدا لترطيب البشره، واحنا محتاجينه فتره طبعا. وفيتامين سي مهم جدا لانتاج الكولاجين البروتين المهم لصحه بشرتي كويس. طب شعري انا خايفه يقع من الدايت، اعمل ايه؟ باخد الب مالتي فيت مليان زنك. الزنك هو الاعلى نسبه الزنك الحمد لله في وسط يعني مكملات كتير. عندي داخل الب مالتي فيت البيوتين. احنا عارفين الفيتامينز اللي مسؤوله عن تكثيف الشعر وعدم تساقطه هو البيوتين. البيوتين داخل الب مالتي فيت كمان. هايل والله يا دندو، انت عارفه انت اول واحده رشحتي لي وانا عجبني، عشان كده انا اول ما تقولي الف مبروك ابتسامتي تبقى عريضه. انا طبعا بشكرك حبيبتي نانسي، نورتينا. اسمحوا لي اشكر الدكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز، نورتيني وشرفتيني. واشكر حضراتكم متابعينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. من هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.